إذا نستضيف من محمد جباري لاعب مرموق اللي جاور مجموعة من الفرق بريد العرائش، نادي الاتحاد الرياضي العرائش، نادي لكسوس، كذلك نادي الباريد، وكذلك نادي شباب العرائش. تفضل سي محمد. المسيرة ديالنا يعني بالدوريات ديال الحومات، كانوا كيدوزوا دوريات صيفية، دوريات ديال رمضان، تما يعني بانوا بزاف ديال اللاعبين ديال العرائش، بانوا من ديك الدوريات. الحمد لله ديك الساعات كان اكتشفني الشاوني الله يرحمه مسكين، هو اللي كان استدعاني باش نشارك معاه فريق الناري. نعم، كتذكر هذه المرحلة اللي عشتها مع فريق البريد؟ البريد تما بديت مع المسيرة ديالي، ومن ضمن ديك الفرقة كنا بزاف ديال الإخوان، كانوا من ضمنهم كان السي محمد المشتري الله يرحمه، كان عبد القادر العوش، كان معنا عبد الدبي بوزيد اللي كان يعني سابقا أستاذ الرياضة في ثانوية العرائش. بهذه المناسبة في هذه اللحظة غادي نطلبوا له الشفاء إن شاء الله العزيز. وكان معنا الدراري كاملين مثل رضوان التمتماني معنا، معنا حسين المسامري حتى هو الله يشافيه في هذا النهار هذا، معنا عبد القادر الدوادي، معنا عبد السلام الزموري، مصطفى عباس، عبد الداوي. نعم، هاد كلهم الباري، اللعبة ديال الباري. الشاوي هو اللي اكتشف هاد المواهب الكروية كاملة في المدينة. الشاوي هو اللي اكتشف هاد الشيء. إذا الباري شنو الأحياء اللي كانت خزان ديال الكرة؟ غادي نقول حيت الناباس معروفة. كاين الناباس تاريخ، هي معقل ديال الكرة، كان فيها الناباس الرياضية. كان فيها الناباس بزاف. كان حتى نادي سميتو نادي الناباس. تماما. نادي الناباس كان. وجابكم من تما ذاك النادي هذاك ولا؟ أنا كنت من الحومة أخرى، أنا وعباس وعطيف الضاوي، كنا من الحومة حدا ماريس. نعم، وهاد المشاركة ديالكم واش شاركتوا في بطولة ولا لقيتوا في فرق الأحياء؟ كنا كنلعبوا البطولة، إنما أنا كنت عندي بحال دابا الجمعة ما كنتش كنقرا، كنت كنطلع ندرب معاهم كيعملوا مباراة ديال التدريب، كنطلع نشارك معاهم، ساعات غير كنطلع نشارك نلعب معاهم. نعم، التواريخ اللي لعبتوا فيها، التواريخ اللي لعبتوا فيها. وهاد اللحظة أنا كان ديك 71 وبالنسبة لحققتوا شي نتائج يعني انتوا ديك الفترة؟ النتائج ديال ديك الساعة الدرجة الثالثة كتعرف كتلعب على الباراج، فهمتي، هذا هو اللعب اللي كنت كنلعب، كانت الكورة فيها شي شوية ديال البيع والشراء، كانوا بعض الفرقات اللي عندهم فلوس مثلا كانوا كيدوزوا كيشريوا الحكام، نهضروا بصراحة. بزاف الناس ما كيقولوهاش. نعم، وبالنسبة للفرق من بعد ما انتقلتيش من الفرق اللي انتقلت؟ ديك الساعات ولات شاركوا الباريد مع الليكسوس، سماو الامتحان. السنة اللي عملوا فيها هذا الإدماج ديال الفريقين تقريبا في السبعينات حتى هي؟ في السبعينات؟ حتى هي في السبعينات. وشاركتوا نصف قسم ثالث شاركتوا؟ غسارة. كانت فرقة عاوتاني بداك سير وترأسها الحاج بن صالح مول الليكسوس الله يرحمه مسكين، هو اللي كان مرأس الفرقة. محمد سميتو اسم كامل ديال بن صالح، الاسم ديالو كامل الحاج بن صالح محمد. محمد واخا هو من كبير كان متقابل الليكسوس ديالو، هذاك هو اللي كان يعني هو الرئيس، كان مصطفى عاود هذيك الساعات مدربهم الجاو، كانوا مشاركين بجوج ديالهم. هو اللي دربكم هذا نادي الاتحاد الرياضي، هو اللي دربكم، هما اللي كانوا جمعوا ديك الساعات الفرقه بجوج ديالهم. وكانت جمعنا ديك الساعات من النخبه من الليكسوس ومن الداري. نعم، وكانت عندكم يعني شي مشاركات في البطوله مزيانه؟ شاركنا كنا كنلعبوا البطوله ديال عصبه الشعب. وكيفاش جا الانتقال من بعد مشيتوا للشباب العرائش؟ الفتره اللي رجعتوا مشيتوا للشباب العرائش يعني قلنا من الاحسن نديروا واحد الاسم واحد يعني اللي كانت فيه العرائش سابقا كانت الشباب، خصنا نحيوها عاود من جديد وسموها الشباب. هي الشباب كانت تأسست في 56 بعد فترة استعمارية، تأسست 56، ولكن من بعد يعني كانت دائما كتضم بعض الفرق اللي كيندمجوا معاها وداك الشيء، كتعز الآخر ديالها.